برنامج رحالة الدنيا. طاف أكثر البلاد وأقام بين حاضرها والباد، فعرف أخبارها وسبر أغوارها، آثار للأعمال التاريخية. تقدم لكم برنامج رحالة الدنيا، جولة في رحلات الشيخ محمد بن ناصر العبودي، يصحبكم فيه الباحث في التاريخ عبد العزيز عويد. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة أيتها الأخوات في هذا اللقاء المتجدد، والذي نوصل الحديث فيه وإياكم مع رحلات الشيخ محمد بن ناصر العبودي، في جملة تلك الرحلات التي يخبرنا بها أولئك الرحالة المتقدمون والمتأخرون عن مشاهداتهم. والشيخ محمد بن ناصر العبودي حفظه الله ولد في بريدة عاصمة القصيم في المملكة العربية السعودية في سنة 1345 من الهجرة، الموافق سنة 1930 من الميلاد، وقد شغل منصب الأمين العام المساعد لرابطة العالم الإسلامي، وأشرف على تنفيذ العديد من المشاريع الإسلامية، ثم اغتنم رحلاته هذه كلها في تدوين مشاهداته، حتى أخرج لنا سوى الكتب الأخرى في التاريخ ما يقرب من 160 كتابا في الرحلات فقط أو أكثر. لما ذهب الشيخ محمد بن ناصر العبودي حفظه الله إلى موسكو والتقى إخوانه المسلمين هناك، وأطلعنا على بعض مشاهداته وبعض الغرائب التي صادفها إبان الحكم الشيوعي، أراد أن يذهب شمالا هناك إلى أقصى الشمال في مورمانسك في شمال روسيا، ودون لنا بعض المشاهدات الغريبة في تلك البقعة النائية التي لعل أكثرنا لم يسمع بها، فضلا عن أن يتابع أخبارها، فضلا عن أن يزورها كما زارها رحالة الدنيا الشيخ محمد بن ناصر العبودي وفقه الله. فمن جملة المشاهدات التي ضمنها في هذه الرحلة، الرحلة الروسية إبان ذهابه إلى مدينة مورمانسك، يقول الشيخ محمد بن ناصر العبودي: البلاد التي لا تغيب عنها الشمس، مورمانسك شمال روسيا، وهي البلاد التي سنذهب لها اليوم، يصح أن يقال فيها إنها بلاد الشمس المشرقة، لكون الشمس لا تغرب عنها في هذه الأيام طوال الليل والنهار، بل لا يكون فيها ليل ولا نهار متعاقبان، وإنما هي شمس مشرقة، والمراد من ذلك أنها تكون دائما في الأفق ولا ترتفع في السماء، فكأنما تحوم حول الأرض فتكون كالطائر الذي لا يستطيع أن يحلق في السماء، فهي على هذا الاعتبار بلاد شمس مشرقة، لولا أن شروقها ليس في جهة الشرق ولا في جهة الغرب، وإنما يشمل الجهات كلها، وبلاد الظلام، ويصح أن تسمى بلاد الظلام أيضا، ذلك بأن الشمس لا تشرق عليها مطلقا في أوقات طويلة من السنة، فلا يرى أهلها الشمس مطلقا، وليس هناك في تلك الأوقات ليل ولا نهار، وإنما هو ليل دامس ودهر حارك لا يبصر الإنسان فيه يده إلا إذا أضاء نورا مصنوعا من عنده، ولذلك تظل الشوارع فيها مضاءة طول ذلك الوقت الذي يستغرق أشهرا. إذن هي بلاد نهار وبلاد ليل، والشيخ أدركها إبان كونها بلادا مشرقة لا تغيب الشمس فيها أبدا، فرحل إليها ودون لنا فيها بعض مشاهداته. يقول الشيخ محمد بن ناصر العبودي أيضا في هذه الرحلة، الرحلة الروسية أثناء ذهابه إلى مورمانسك في شمال روسيا: والذي جعلني أتضايق من حرارة الشمس في الطائرة في هذه البلاد الباردة أنهم لم يجعلوا ستارة من القماش أو المشمع أو اللدائن على نافذة الطائرة، فليس إلا زجاج مزدوج شفاف معتاد، يعني كالذي يكون في بعض القطارات، فلا يكنه من حر ولا يحميه من قر. ومن جملة ما قاله الشيخ يقول: بينا كنا ذاهبين إلى المنطقة التي يكون فيها ذلك البيت، وكانت السيارة تسير غير مسرعة من أجل أن نستجري المنطقة،
اعترض طريقها المزفلة رجل قوي البنية في حدود 30 من عمره، وهو يلوح له بقبضة يده ويقف في الطريق، ولم يستطع السائق أن يتفادى الاصطدام به إلا بصعوبة لأنه لم يتزحزح عن مكانه. وسمعنا ضربة مفزعة تبين أنها بسبب انكسار المرآة اليمنى من السيارة التي تكون عادة بارزة عن مستواها، وإن الرجل لوح بقبضته للسيارة حتى صدم بها المرآة فانكسرت المرآة تماما، وجزمنا بأن الرجل قد أصيب. فوقف سائق السيارة وذهب إليه ولم يكن يبدو فيه أي أثر للإصابة، فهو يسير دون أن يبدو عليه أنه تأثر، فلكمه السائق بيده وعاد وهو يدمدم بكلمات لا نفهمها. وقال نائب الخوري معلقا على ذلك أنها العادات الروسية، روسي خراخير كما يقول، والعادة الروسية هذه هي الإكثار من شرب الخمر حتى السكر، وهذا الأمر معروف من أمر الروس، وكثرة شربهم للخمر إلى درجة الإسراف، وذلك نابع عن عادات قديمة مصدرها في الأصل اعتقادهم بأن الخمر تدفئ شاربها في بلادهم الباردة، إضافة إلى قسوة الحياة وقلة الإيمان أو عدمه في نفوس أكثرهم. فسكر هذا الرجل الذي اعترض الطريق كاد أن يودي بحياته. وقد أشار الشيخ في مواضع عدة من رحلاته إلى انهماك وانغماس أكثر الروس والشيوعيين بشرب الخمر، إما فرارا مما هم فيه من جحيم الحياة، أو حتى يشعروا بالدفء كما يزعمون. من جملة ما قاله الشيخ محمد بن ناصر العبودي وهو يذكر لنا مثلا على سبيل الاستطراد، فيقول: كان نائب الخوري في مدينة مورماسك شمال روسيا عندما رآنا نظر مليا في وجوهنا يتأمل السمرة فيها، وقال بجد واهتمام: لقد غيرت الشمس ألوانكم فأصبحتم سمرا، يا لكم من محظوظين. فقلت في نفسي ما قال الأقدمون في أمثالهم: لا يحسد الثرثار إلا الأبكم. يعني هذا الرجل ظن أن هذه السمرة إنما جاءتنا من شمسهم، وظن أن هذه الشمس فعلا قد أحرقت وجوهنا، فهو يحسدنا على ماذا؟ يحسدنا على السمرة التي نفر منها، فلا يحسد الثرثار إلا الأبكم. قال الشيخ محمد بن ناصر العبودي أيضا في مشاهداته: فوقفنا في مكان مرتفع خارج المدينة، يعني مدينة مورمانسك شمال روسيا من جهة الشمال، اسمه كاتكا، وكان في الأرض نبات أخضر مع ميل إلى الزرقة أشبه ما يكون بالطحالب المائية منه، من أعشاب التندورة التي ترعاها بعض الحيوانات الجبلية كالأيل التي تعيش على حدود هذه المنطقة القطبية، وهو يأكل عروقه البارزة. يقول الشيخ محمد بن ناصر العبودي وهو يتكلم عن هذا العشب الذي يرعاه حيوان الأيل، قال: وهذا العشب من أعجب ما رأيته في حياتي، بل لم أرى مثله قط، وذلك أنه كما رأيته وكما شرح لنا حاله لا تكون له عروق داخلة في الأرض، وإنما عروقه خارجة من الأرض مرتفعة إلى الأعلى قليلا. وذكروا السبب في ذلك، وهو أنه يكون بين الثلوج والأرض بادرة فيطلب ضوء الشمس في الأوقات التي تطلع فيها على هذه البلاد حتى يأخذ ما يلزم له لحياته، وقد قلعوه بالفعل، وقلعت بعضه فوجدت أنه لا عروق له في الأرض، وإنما يبدو وكأنما ألصق فيها إلصاقا وهو ينبت على هيئة الكف، وأكبر من ذلك ملتصقا بعضه ببعض. من جملة ما ذكره الشيخ محمد بن ناصر العبودي أيضا في رحلته إلى مدينة مورمانسك شمال روسيا، أكبر احتفال عندهم ويعتبر أعظم الأعياد أثرا في نفوسهم، ذلك الاحتفال الذي يقيمونه في أول شهر إبريل لمناسبة عودة الشمس إلى الظهور. وليس معنى هذا أنه تطلع عليهم يوما كاملا في أول إبريل، وإنما معناه أنهم يرون الشمس فيه،
وتكون رؤيتهم للشمس في أول الأمر للحظات، بمعنى أنها لا تطلع إلا لدقائق ما تلبث بعدها أن تغيب، ثم تأخذ بالتريث عندهم، ويأخذ النهار في الطول حتى يبتلع النهار الليل، فلا يكون ليل في شهر يونيو هذا، يعني حتى ما يتعلق بالشمس، لأن هذه البلاد تمكث أشهرا ما يقرب من شهرين ليل بلا نهار، وبعد ذلك في أول إبريل يعود لهم النهار، لكن يعود تدريجيا، تظهر الشمس في أول إبريل ويحتفلون لذلك وجعلوه عيدا وعادة لهم. من جملة مشاهدات الشيخ محمد بن ناصر العبودي قال، وهو يذكر عينا تسمى بالعين الفضية، وهي نبع صغير ينبع من تلة بجانب الطريق الإسفلتي المنطلق جنوبا من مورمانسك شمال روسيا، ذكروا أنهم سموها بالفضية لوجود معدن الفضة بالفعل في مائها، ويقصده الناس للشرب منه لأنه يطهر البطن من الجراثيم الضارة فيما قالوه، كما ذكروا أن الناس يأتون إليه بالسيارات من أجل أن يأخذوا منه شيئا للشرب وصنع الشاي، لأن مذاق الشاي الذي يصنع منه جيد، وقد جعلوا عليه صنبورا تحته حوض فشربنا منه حتى روينا، فهو بارد في هذا الجو البارد، إلا أنه ليس شديد البرودة لكونه آتيا من جوف الأرض، وهو لذيذ الطعم، ولاحظت بياضا في لونه، فقلت لهم ربما يسمى بالفضي للونه، فقالوا ربما، ولكن الذي نعرفه أن فيه مقادير ذائبة من معدن الفضة. ومما ذكره الشيخ وهو يذكر بعض العادات والتقاليد، وأشار استطرادا إلى تترستان، تلك الجمهورية المنفصلة عن روسيا أو التي لها حكم ذاتي، وعادتهم في تترستان في تناول الفاكهة أن يأكلوا منها في أول الطعام ووسطه وآخره بدون أن يقدم الداعي بيده شيئا للآكلين، بل يدع لهم حرية أخذ ما يريدونه في أي وقت، وغالبا ما يكون أثناء رفع صحون الطعام لإحضار غيرها. إذن فيما يتعلق بأكل الفاكهة، من الناس من يقدمه قبل الطعام، ومن الناس من يجعله بعد الطعام كعاداتنا، هنا يقول هم يجعلونه قبل الطعام وأثناء الطعام وبعد الطعام أيضا. الشيخ أيضا أيها الإخوة رحل إلى إقليم أورنبورغ، وهذا الإقليم يعتبر في جنوب روسيا الاتحادية أورنبورغ، وذكر لنا أيضا بعض من التقاهم من المسلمين، فقال والبداءة بالدعاء عند اللقاء أمر شائع في هذه البلاد الشمالية وبعض بلاد ما وراء النهر، وهو دعاء رمزي صغير بحيث لا يتأنى الداعي ولا يرفع صوته بالدعاء، هذا مشهور عند المسلمين في بلاد آسيا الوسطى وفي بلاد روسيا أيضا، استقبال الإنسان بالدعاء. من جملة ما ذكره الشيخ أيضا في هذه الرحلة أنه قال، ومن الأشياء التي تتميز بها الفنادق الشيوعية، ولا نقول تمتاز بمعنى أنها تتفرد بها عن غيرها، ضيق المناشف والفوط، انظروا إلى الوصف الدقيق عند الشيخ محمد بن ناصر العبودي حتى في ما يتعلق ببعض الملاحظات الدقيقة، يقول حتى إن الفوطة الواحدة المعتادة التي تستعمل لتنشيف الوجه واليدين عندنا تعادل في مساحتها 3 فوط أو أكثر من فوطهم، أما الفوط الكبيرة التي تستعمل عندنا وفي البلاد الأخرى لتنشيف الجسم بعد الاستحمام فإنها لا توجد عندهم مطلقا، وإنما يجعلون بدلا منها فوطة مستطيلة ضيقة أكبر من الفوطة التي يمسحون بها وجوههم وأيديهم بقليل. قال الشيخ، وقل مثل ذلك في الوسادة، فجميع الوسائد في هذه الفنادق تكون مربعة قصيرة، ولا توجد وسادة مستطيلة فيها كما في غيرها من فنادق العالم، وهذه الوسادة المربعة المخدة اللي الواحد ينام عليها في الليل على الفراش، وهذه الوسادة المربعة قصيرة بحيث إذا تقلب النائم عليها كاد رأسه يسقط عنها، ولكن سقوطه لن يكون مهما لأنه فوق السرير إذ هي أقصر منه على ضيقه. ثم جاء إلى وصف آخر في بعض ما يتعلق بالفندق، قال والصابون في هذه الفنادق، فنادق الروسية في الاتحاد السوفيتي أيام حكم الشيوعية، والصابون في هذه الفنادق يكون قطعا مقطعة بسكين أو بشيء حاد، وتكون خشنة لأنها من صنع خاص عندهم،
فلا يوجد فيها صابون مغلف ولا ذو رائحة ذكية، فضلا عن يفرقوا بين الصابون المستعمل في الحمام وفي غيره. وفي بعض الأحيان لا يوجد صابون في حمام الغرف إلا إذا طلبه النزيل. قال: ولذلك اعتدت على أن أحمل معي صابونا من حجم الصغير للطوارئ. هذه يعني من الوصف الدقيق أحببت أن أختم به رحلات الشيخ محمد بن ناصر العبودي في روسيا وما جاورها من جمهورية آسيا الوسطى، وبه نختم حلقتنا، وللحديث بقية. أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله. قدمت لكم آثار للأعمال التاريخية، برنامج رحالة الدنيا للباحث في التاريخ عبد العزيز العويد.